وفي كلمته طلب وزير الأوقاف أسامة الأزهري الخطباء والأئمة وكافة أبناء وزارة الأوقاف بالاستمرار في مهمة رفع وعي المصريين تماشيا مع هدي الرسول الكريم. إن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هو في حقيقته إحياء لمقاصد رسالته وبعثته ودعوته وأخلاقه وشمائله، حتى نتخلق بها ونترجمها إلى واقع وعمل يبرهن على صدق حبنا له وإيماننا به صلى الله عليه وسلم. فإنني بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى مسمع من العالم أجمع أقول لزملائي وأبناء الكرام من الخطباء والأئمة وكافة أبناء وزارة الأوقاف، هذه مواريث النبوة، فتحققوا بها في أنفسكم واحملوا مشاعر نورها في دعوتكم وفي رسالتكم، لتنوروا بها ربوع الوطن ولتملأوا بها وعي المصريين جميعا. ارفعوا أيها الخطباء والأئمة رؤوسكم عزيزة بشرف ما تحملونه وبنبل ما تؤدونه، وكونوا في الناس شامة مظهرا حسنا وحكمة منيرة، واجعلوا خطابكم ينزل على قلوب الناس رحمة وراحة.